ما زالت الدعوات لمليونية يوم الجمعة الجاية والتظاهرات اللي بدأت تسري وتنتشر في معظم شوارع وميادين مصر هو الموضوع الأبرز على مواقع التواصل الاجتماعي. ثورة شعب بدأت تندلع من كل محافظات وقرى ونجوع وشوارع مصر مع دعوات أطلقها الفنان محمد علي خلال الأيام اللي فاتت للمليونية القادمة يوم الجمعة الجاية وسماها مليونية الرحيل لطالب فيها الشعب المصري كله بالنزول للشارع لرحيل عبد الفتاح السيسي. فيما تواصل أو استمر إعلام عبد الفتاح السيسي في تلبيس الحقائق والكذب على المصريين وقالوا لا توجد مظاهرات وما تبثه قناة الجزيرة أو القنوات المعارضة وما يتم نشره وعرضه على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي كله كذب وزيف. طبعا ده كلام أحمد موسى، كلام بكري، كلام عمرو أديب، كلام الكثير من إعلامي نظام عبد الفتاح السيسي. لكن في الوقت نفسه النيابة العامة المصرية بتحقق مع أكثر من 250 مواطن مصري. أما التهمة فهي تهمة التظاهر بدون ترخيص والقضية بتحمل رقم 1338 سنة 2019 حصر أمن دولة. ده تعامل أو طريقة تعاطي الإعلام المصري مع تظاهرات الشارع أو مع نزول الشارع خلال الأسبوع الماضي بداية من يوم الجمعة لحد النهاردة في شوارع مصر. أما الإعلام الغربي فبدأ يتعاطى مع الموضوع بشكل أكبر. يعني هذه صورة، صورة محمد علي الفنان والمقاول المصري بتتصدر الصفحة الأولى لأحد الصحف البريطانية. أما هذه الصحيفة هي صحيفة حريات التركية وكان العنوان الرئيسي مصحوب بصورة للفنان محمد علي أيضا وبيقولوا سيسي كابوس أو كابوس عبد الفتاح السيسي يتمثل في هذا الرجل الفنان محمد علي واللي فضح نظام عبد الفتاح السيسي وفساد عبد الفتاح السيسي خلال الأيام اللي فاتت. أما الفنان محمد علي من جديد رجع بالفيديو رقم 18 تم نشره أمس على صفحته على فيسبوك، قال فيه مش هنقبل تكون إقالة السيسي بمساعدة دول خارجية، الشعب هو من سيجبره على الرحيل. نشر كمان الفيديو اللي تجاوز مدته 30 دقيقة، أهم ما جاء فيه أنه يطالب الشعب من جديد بالنزول يوم الجمعة اللي جاية. نتابع. احنا ننزل يوم الجمعة في مشهد مريب وبطالب العالم كله يصوره. يا شعب مصر العظيم، معادنا يوم الجمعة. اللي عايز ينزل الخميس بقى يبات ويحط الخيمة في التحرير جدا ويحتصن، احتصن جدا. من الخميس بقى بالليل نبدأ قصادهم. ملوا التحرير والصباط، ما تروحوش وما تتخانقوش معاهم عشان خاطري. عايزين نلعب الجيم صح؟ ما تتخانقوش معاهم. دول بقى عالم مش كويسة ولا كويسة الله أعلم، هنشوف لما نروح وهنتفرج. نداءات متكررة من الفنان المصري محمد علي للشباب وللجماهير بالنزول يوم الجمعة الجاية في كل ميادين مصر. قال كمان نقدر ننزل ونملى ميدان التحرير ونحتشد، اللي عايز يبات من يوم الخميس يبات واللي عايز يبدأ يوم الجمعة الصبح ينزل. كمان الفنان محمد علي دعا إلى عصيان مدني، دعا تحديدا شباب الجامعات والمدارس إن هم يخشوا في عصيان مدني بداية من يوم الأربع واليوم الخميس عشان ينتهي الموضوع بالتظاهرة أو النزول المليوني يوم الجمعة اللي جاية. بعدها بدقائق الفنان محمد علي نشر فيديو جديد على صفحته على فيسبوك وقال فيه بحمل السلطات الأسبانية مسؤولية الحفاظ على حياتي. قال في الفيديو إن المخابرات المصرية وصلت لمكانه وبتحاول تقتله. نتابع. لأهلي وإخواتي، أنا بقالي أسبوعين ولا مش عارفة قد إيه قاعد بهرب وبجري منهم، وشوية ضباط سفلة اتفقوا مع ناس سفلة هنا عشان يموتوني شمال. أنا رقبتي في الحكومة الأسبانية وبقولها هو علني وزعوها، أنا رقبتي في الحكومة الأسبانية، لو مت في أسبانيا يبقى أوروبا دي كمان كدابة زي أمريكا زي أي حد، بيسلموا أي حد. جابوا مكاني، انا مش هقدر اجري تاني، انا بجد تعبت. انا بقالي كام، ده بقالي اسبوعين بهرب ولا مش عارف قد ايه من يوم ما نزلت الفيديو الاولاني.
إذا بعض التخوفات اللي كان بيتخوف منها الفنان محمد علي وبعض المتابعين المصريين من وصول المخابرات أو يد الحكومة المصرية لمكان الفنان محمد علي بات أمر واقع، كما أعلن الفنان محمد علي إن الحكومة المصرية أو المخابرات المصرية وصلت له وكالعادة بيتعاملوا بالأسلوب أو زي ما وصفوا الفنان محمد علي الأسلوب القذر، بيحاولوا يقضوا عليه في أسبانيا. هاشتاج محمد علي تصدر الترند من جديد مع نشر هذا الفيديو مصحوبا بآلاف الدعوات وكذلك آلاف النصائح للفنان محمد علي يخلي باله على نفسه. الناشط السيناوي مسعد أبو فجر قال: عاش محمد علي أو قتلوه أو قتلوني أو اقتلوا كل صوت ينادي أو قتلوا كل صوت ينادي بسقوطهم، لابد تكملوا ثورتكم وتحرروا بلدكم من هذا الخائن العميل، وأعتذر إليكم وإلى الله أني في يوم كنت في صف هذا الخائن، رحم الله الشهداء. أما عمرو بيقول: ده كله علشان بيقول اللي بتعمله دولة العسكر، خايف من مقاول الجيش. طيب مثلا لو حد من القادة اللي اتشالوا مثلا حب يقول اللي عنده هيطلع لنا ايه؟ ربنا يسترها. سمر بتقول: والدتي شاهدت اخيرا فيديو لمحمد علي وهو اخر ما بثه، فسألتها ما رأيها به، اجابت افضل رئيس اتى لمصر. حسام يحيى ايضا بيقول: الفنان والمقاول محمد علي في مقطع فيديو جديد، هناك محاولات لقتلي وانا تعبت من الهرب، لو مت في اسبانيا بحمل الحكومة الاسبانية المسؤولية الكاملة، ودمي ودم الشهداء هيكون في رقبتكم يا مصريين. اخر تدوينه باخدها من الاعلامي احمد منصور واللي بيقول: تحليلي لهذا التهديد الموجه للسيسي من القوى التي يمثلها محمد علي انها تملك ادله ادانه دامغه ضد السيسي تتجاوز الفساد الى ما هو اكبر بكثير، واعني هنا كينونه الدوله المصريه نفسها، فالذي باع تيران وصنافير في سهره عشاء يمكن يكون باع على الغدا البلد كلها، اسرارها وسيادتها، جيشها وشعبها ومستقبلها. هكذا علق الاعلامي احمد منصور على ما يتم تداوله من تهديد الحكومه المصريه للفنان محمد علي وكذلك التهديد المضاد من الفنان محمد علي لنظام عبد الفتاح السيسي، فيما تم تداول مجموعه من الصور لبعض التظاهرات، منها مثلا تظاهرات لعمال سيراميك كليوباترا في مدينة السويس، ومجموعة من الملصقات بدأت تنتشر في شوارع القاهرة والإسكندرية تحمل عنوان السيسي أوت.